هذه هديتي إليك يا بطل. تفضل. سالم يا سالم، وين عند العيل هذا؟ سالم السلام عليكم. وعليكم السلام. جئت لأطمئنك على سالم، فقد أصبح مقاتلا ماهرا، وما تنقصه إلا بضعة أيام ويصبح مقاتلا محاربا يحسب له جنود الطغاة ألف حساب. ما شاء الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. كيف حالك يا أم سالم هنا؟ خير حال في ظل راية الإسلام. دعك من هذه الشعارات الآن وقولي لي، كيف حالك حقا؟ هل ينقصك شيء؟ هل يضايقك أحدهم؟ هل تشتكين من أي شيء؟ كل شيء على ما يرام والحمد لله. إذا احتجت أي شيء يا أم سالم فهذا سالم، حمليه من الرسائل ما تشائين وستجدينني عونا وسندا لك بعون الله. هل تعرفين من أكون يا أم سالم؟ أبو عامر والي ولاية طرابلس حفظه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.